طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع المصدر أونلاين: لاجئون يمنيون يتعرضون للتعذيب في المغرب. ومن العرب الجديد: اليمن ترفض أي سلوكيات من شأنها تقسيم وتجزئة البلاد. صحيفة فرنسية تتحدث عن مدرس في تعز يحول منزله إلى مدرسة لمئات الطلاب. ومن البي بي سي: علماء يوجهون النداء الأخير لإنقاذ العالم. أهلا بكم. والبداية من مطالعة الاتحاد الدولي للصحفيين: الحكومة اليمنية الشرعية بإجراء تحقيق لكشف قتلة الصحفي صلاح السقلدي في الضالع. وقال موقع الصحوة نت إن الاتحاد الدولي للصحفيين طلب من الحكومة إجراء تحقيق فوري مستقل لتقديم قتلة الصحفي السقلدي إلى المحاكمة. وأدان الاتحاد الدولي مقتل الصحفي مؤكدا وقوفه إلى جانب نقابة الصحفيين اليمنيين، وذلك في استنكار الحادثة بأشد العبارات وفي التعبير عن بواعث القلق الجدية بخصوص زيادة مستويات العداء والمضايقات ضد الصحفيين في اليمن. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجير في بيان إن مقتل السقلدي يمثل ذروة موجة من الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من قبل جميع الأطراف المشاركة في نزاع اليمن على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث مضت كافة تلك الجرائم بلا عقاب. وكان الصحفي اليمني زكي السقلدي رئيس تحرير جريدة العطاء تعرض للاغتيال يوم الجمعة الماضية بنيران مسلحين مجهولين الهوية أطلقوا النار عليه في مدينة الضالع جنوب اليمن. إلى أبرز العناوين التي تصدرت الصحف الأولى لصحيفة أخبار اليوم: الحكومة تجدد رفضها لأي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة في سقطرة. وميدانيا: التحالف يدمر تعزيزات حوثية غرب مارب، وقناص حوثي يقتل امرأة حامل في الجوف. ومن حضرموت: اشتباكات مسلحة بين الأمن ومحتجين بسيئون تدافعوا إلى المجمع الحكومي. وفي السياسة أيضا عنوان: الأحزاب السياسية تطالب الانتقالي بمراجعة خطابه وتدعو الحكومة للعودة إلى عدن. انهيار الريال اليمني والسقوط في الهاوية. تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة: يهدد الانهيار المتسارع للعملة اليمنية الملايين بالجوع، فقبله انقطعت رواتب القطاع الحكومي، وبالتالي أصبحت مئات الآلاف من الأسر بلا دخل، وهي أسر كانت تعتبر ضمن الطبقة الوسطى وفيما تعرف بالأسر المستورة. أما الطبقة التي كانت بالكاد تعيش قبل الحرب فقد أصبحت أشد جوعا وحاجة بعد أن ضعفت قدرة المجتمع على مساعدتها، ولم يعد التكافل الاجتماعي قادرا على تغطية أعداد المحتاجين المتزايدة. تتبادل أطراف الصراع في اليمن مسؤوليتها عن هذا الانهيار، فالتحالف يتعامل معه باعتباره شأنا داخليا وكأنه ليس طرفا في هذه الحرب، يجب أن يتحمل مسؤولية تدخله. صحيح أن التحالف لا يستطيع دعم حكومة شديدة الفساد تبتلع أي أموال تصل إليها، لكن بإمكانه فرض آليات رقابة خاصة به للأموال التي يقدمها. الأهم أنه كان في الوسع فتح باب للعمالة اليمنية، أو على الأقل استثناؤها من إجراءات التسريح. أما الأطراف الداخلية من حكومة وحوثيين فلم تعد اتهامات الفساد والفشل بشأنها تستدعي أدلة من شدة وضوحها، فقد صارت ملامح الثراء المادي أو على الأقل الارتياح ظاهرة ومكشوفة من خلال شراء العقارات في الخارج بالنسبة لأعضاء الحكومة وفي الداخل بالنسبة للحوثيين. لن تستطيع منظمات الإغاثة والحلول الإسعافية مثل الودائع المليونية إنقاذ الملايين من المجاعة، والأخطر أيضا التداعيات السياسية لهذه المجاعة التي قد تؤدي إلى فوضى أو تدفع إلى تحركات شعبية بلا قوى سياسية أو قيادات تعبر عنها لتتحول ببساطة إلى فقاعة غضب تستفيد منها بعض الأطراف الخارجة عن معادلة التمثيل السياسي الحالي، وهما المجلس الانتقالي الجنوبي وشظايا حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح سابقا. انتظار الحلول من الخارج كما تفعل الحكومة لن يجدي، كما أن تصوير المشكلة كأنها مؤامرة خارجية كما يفعل الحوثي لن يجدي ولن يعفيهما من المسؤولية، كما لم يعد انتظار الحلول من كل هذه الأطراف ممكنا، وضغط الشعبي على محدوديته الآن لن يكسر عزلة هؤلاء.
يعاني سكان العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين من أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي من بداية سبتمبر الماضي، رغم توفره بالسوق السوداء بسعر 10,000 ريال للإسطوانة الواحدة سعة 20 لتر. وقال موقع المشاهد نت: يتكرر مشهد البحث عن الحطب في شوارع العاصمة صنعاء مع كل أزمة غاز تداهم سكان المدينة، وتستخدم الكثير من الأسر الحطب ومخلفات أعشاب ومخلفات أخشاب ورش النجارة لطهي الطعام بدلا من مادة الغاز. وقال الموقع أن أسطوانات الغاز حتى وإن وجدت في السوق السوداء فإن الناس يعجزون عن شرائها بسعر مرتفع لعدم امتلاكهم النقود أصلا. وتجمع مصادر عاملة في مكتب النفط بمأرب المشاهد نت أن الأزمة الحالية المفتعلة في الغاز المنزلي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سببها ميليشيا الحوثي التي تستقبل الكميات وتقوم بالتلاعب بها. وتؤكد المصادر أن الحوثيين يقومون بإغلاق المنافذ أمام مقطورات الغاز في محافظة البيضاء ومنطقة حرف سفيان بمحافظة عمران. نظارة كبيرة حذاء أكبر. تحت هذا العنوان كتب تركي الدخيل مقاله في الشرق الأوسط مضيفا في جزء من المقال: من المواطن الصالح؟ وهل له تعريف من خلاله نستطيع التعرف على الآخرين من أشباهه الكرام؟ المواطن الصالح في تعريف البسيط هو صاحب النظارة الكبيرة والحذاء الكبير كما يقول المثل الإنجليزي. صاحب النظارة الكبيرة لأنه رأى المشهد كاملا ثم اختار بعناية مكانه المناسب داخل طبقات المجتمع، فهو معلم يحب عمله ومدير وصل لمقعده باستحقاق بعد انتظار طويل، وضابط يسهر ليله لأن الرتبة المقبلة ستجعله راضيا عن أدائه في خدمة بلاده قبل أن يتقاعد، ووالدة تدخل الريالات كي تفرح في عرس ابنتها البكر، ووالد في مهجر بعيد يمنع نفسه من وجبة لذيذة ليرسل آخر الشهر الرسوم الجامعية لابنه الوحيد. هؤلاء الذين لا نراهم على شاشة الأخبار، الذين ينامون مبكرا ويستيقظون قبل الفجر، وهم أصحاب الأحذية الكبيرة لأنهم يضعون أنفسهم مكان الآخرين فلا يظلمون ولا يشتمون، يصبرون في الدقيقة التي ينفجر فيها الآخرون عادة لأنهم يقفون داخل حذاء المواطن الآخر في هذه اللحظة. هم الجيش الذي يستيقظ كل صباح ليخدم في المكان الذي اختاره أو وجد فيه نفسه من جهات الوطن. أحلامهم واضحة، أمنياتهم صادقة، تخطئهم العين أحيانا لكن لا يخطئهم القلب أبدا. هم الآباء الذين نراهم في اجتماع أولياء الأمور، والأمهات اللاتي لا يعرفن اسم رئيس كولومبيا ولا آخر هاشتاغ في تويتر، لكن يعرفن مواعيد استيقاظ أولادهن للمدرسة وأوقات امتحاناتهم ويواظبن على متابعتهم. هم الشباب الذين يقودون سياراتهم دون أن يرموا علبة فارغة في الشارع أو يستهتروا بإشارة مرور أو يتجاوزوا نسبة السرعة المحددة على الطريق. هم الذين لا يمكن تلوين نسبتهم نسبة السكان بعلم الوطن، بل هم سارية العلم وتراب الوطن وأغنية الاستمرار للأبد. تحية من القلب لهؤلاء العاديين جدا، لكنهم يجعلون حياتنا وأوطاننا أجمل. يلحقهم التعذيب أينما كانوا، فبعد هروبهم من معارك الداخل ووصولهم إلى دول أخرى يتعرض اليمنيون للتعذيب، وعنون موقع المصدر أونلاين. تقرير يكشف عن تعرض لاجئين يمنيين للتعذيب من قبل شرطة في المغرب، حيث طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور شمالي المغرب السلطات بوقف تعنيف طالبي اللجوء اليمنيين ومحاسبة أفراد الشرطة المتورطين في ذلك. ونشرت الجمعية صورا لاثنين من طالبي اللجوء اليمنيين تظهر على أجسادهما آثار الضرب العنيف. قالت الجمعية أنهما تعرضا للتعذيب في مخفر للشرطة في بني أنصار إقليم الناظور، ويعيش العشرات من اليمنيين في المنطقة في ظروف صعبة ويأملون الوصول إلى مليلة لتقديم طلب اللجوء. ووفقا للموقع يتم اعتراض اليمنيين من قبل الشرطة عند محاولتهم العبور، ويتم احتجازهم مع تعرضهم للعنف والإهانات. وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها عبر عمر ناجي السلطات باحترام المواثيق الدولية التي وقعتها بخصوص طالبي اللجوء والسماح لهم بتقديم طلب اللجوء في مليلة.
وإلى جولتنا في الصحف العربية، حيث أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر ما نقلت صحيفة العربي الجديد رفض اليمن أي سلوكيات من شأنها تقسيم وتجزئة اليمن في ظل التصعيد الذي يتبناه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. ورأى رئيس الحكومة اليمنية خلال لقاء مع مسؤولي مؤسسات الإعلام الحكومية بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية أن تلك السلوكيات تمثل خيانة لدماء الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وجاءت تصريحات بن دغر فيما تشهد المدن الجنوبية لليمن تصعيدا من الانتقال أو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنى الدعوة لانفصال الجنوب وتدعمه الإمارات. متى يغادر الاستبداد ديارنا؟ تحت هذا العنوان كتب عمرو حمزاوي مقاله في صحيفة القدس العربي. تفرض طبائع الاستبداد التي استوطنت بلاد العرب منذ أمد بعيد مصائر قاسية على أصحاب الرأي الحر. تخونهم وسائل الإعلام المسيطر عليها حكوميا، تتعقبهم الأجهزة الأمنية، يتعرضون لسلب الحرية، يواجهون قمعا ممنهجا وراء أسوار السجون. وحين يرتحلون إلى المنافي طلبا للأمان، تترصدهم بعض الحكومات وتهددهم بالاختطاف أو الإخفاء أو التصفية الجسدية ما لم يصمتوا تماما. وإن رفض المنفيون من أصحاب الرأي الآخر الصمت، قد تصبح تهديدات التصفية واقعا أليما وأحيانا دمويا. ومثلما يدلل تعقب المعارضين وأصحاب الرأي الآخر في الداخل على الإفلاس الأخلاقي والسياسي لنظم الحكم العربية التي لا تريد غير المواطن الخانع والخائف، يظهر ترصد معارضي المنافي من جهة الطبيعة الانتقامية لحكومات لا تغفر لمن جهر بكلمة لا حتى وإن صار بعيدا آلاف الأميال، وتثبت من جهة أخرى استخفافها بكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تعطي الأمان للسياسيين ومثقفين وكتاب سلميين تركوا أوطانهم وارتحلوا حفاظا على سلامتهم الشخصية وتمسكا بالرأي الحر. في داخل السعودية والآن خارجها، تتعقب السياسة الرسمية المعارضين وأصحاب الرأي الآخر. المسموح به الوحيد هو الطاعة الكاملة والتأييد الدائم للمؤسسة الملكية وللقرارات الحكومية. المسموح به الوحيد هو الامتناع المطلق عن إثارة علامات الاستفهام إن حول الزج إلى السجون بأكاديميين ورجال دين ومدافعات عن حقوق الإنسان، أو حول السياسات الاقتصادية المطبقة، أو حول التورط في الحرب على اليمن. إلى جولتنا بين الصحف الفرنسية المتابعة للشأن اليمني، حيث تعلق صحيفة لوبوان الفرنسية في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس في اليمن مدرسة في منزل لأطفال الحرب. وتحدثت الصحيفة عن معلم في تعز إنشاء مدرسة في منزله وسط بلد مزقته الحرب، حيث يرفض بعض المدنيين الاستسلام ويقدمون بصيصا من الأمل إلى الناجين من النزاع. يقع هذا المنزل الكبير المكون من 3 طوابق والذي لا يزال قيد الإنشاء في حي غرب المدينة التي يحاصرها المتمردون الحوثيون جزئيا وتدافع عنها مختلف القوى. وتصف الصحيفة الفرنسية مشهد الأطفال: تسود بين الأطفال فوضى لطيفة في الفناء قبل دخولهم إلى الفصل الدراسي، وهم يرددون النشيد الوطني ويضعون أيديهم على قلوبهم أثنائه. وفي المدرسة التي تضم 712 طالبا موزعين بين 13 فصلا دراسيا، يوجد 14 معلما متطوعا بالإضافة إلى مدرسين جميعهم متطوعون، يقول المسؤول عن المبادرة عادل الشريحي: كان لدينا خياران لهؤلاء الطلاب، إما أن يجدوا أنفسهم في الشارع أو أن يجتمعوا في مكان للدراسة يحميهم من الرصاص. أما الأستاذة صفاء محمد التي تعمل معلمة متطوعة منذ عام 2015، فترى أن التدريس في هذه المدرسة واجب وطني قبل أن يكون عملا إنسانيا. النداء الأخير لإنقاذ العالم جاء من علماء، كما أوردت شبكة البي بي سي عربي. أطلقوا أكبر تحذير من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الأرض، يصفونه بأنه النداء الأخير لإنقاذ العالم. جاء في تقرير العلماء ضرورة إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون مستوى 1.5 درجة مئوية أن العالم يتجه نحو ارتفاع لدرجات الحرارة يصل إلى 3 درجات مئوية. ويتطلب إبقاء ارتفاع درجات الحرارة في مستوى 1.5 درجة مئوية فوق ما كانت عليه في العصر ما قبل الصناعي.
وتغييرا سريعا وغير مسبوق في جميع الجوانب الاجتماعية في العالم. وبعد 3 أعوام من البحث وأسبوع من النقاش والجدل بين العلماء في اجتماع بكوريا الجنوبية، أصدرت اللجنة المشرفة تقريرا خلص إلى قضيتين. الأولى هي تحديد ارتفاع درجات الحرارة في مستوى 1.5 درجة مئوية، له منافع كبيرة مقارنة بوضع سقف بمستوى 2 درجة مئوية. والثانية هي التغييرات غير المسبوقة التي ينبغي إدراجها في كيفية استغلال الأراضي وكيفية التنقل. حين تمتزج الألوان المختلفة يظهر الجمال جليا، وهذا ما ستشاهدونه في الصور التي اخترناها من صحيفة الديلي تلغراف البريطانية إلى جولتنا المصورة لهذا اليوم. تحمل رسومات الكاريكاتور الكثير من الأفكار والمواقف المعترضة، ويلجأ كثير من أصحاب الرأي إلى التعليق حول الأحداث بأشكال فنية توصل رسائل أعمق يبقى أثرها طويلا. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. وبهذه الصور نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.